عادل رجعت مسكت فريق الشباب في النادي الاهلي، عملت مشروع مشروع، عملت طفره رهيبه جدا. ودايما بقول انه يمكن بدايات مصطفى شوبير كانت معاك، مصطفى مواليد 2000 وانت ماسك مواليد 97، منعم كمان ومنعم، وصممت انه الاثنين يلعبوا. ودايما بقول انت اللي عملت له الدي ان ايه من البدايه، والنظام الغذائي وطريقه الشغل وطريقه الحياه كلاعب كره قدم انت رسمتها. كنت شغال بدا في السعوديه قبل ما تيجي عادل وبدات تطبقه؟ اكيد طبعا يا كابتن. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا انا كنت بشتغل وانا فالشباب السعودي، من الحاجات اللي افادتني جدا كان عندي افضل مدرب احمال في العالم، رينات ده اسباني، مش انا اللي جبته، انا لقيته هناك. كملت مع كان ميشيل بردوم هو اللي ماسك فرقه الشباب، ومعاه رينات ده سابهولي علشان كان راتبه كبير قوي، فقالوا يكمل معايا السنه، يعني السنه اللي انا مسكتها في الفريق الاول. فافادني كتير قوي، افادني بالعلم ده، يعني يمكن رينات ده علمني ازاي هو مدرب احمال، وكان بيعمل استشفاء عاليه جدا لدرجه ان هو صاحب فكره. مثلا احنا كان عندنا في 22 يوم عندي 11 مباراه، منهم مباراه في اوزبكستان وفي اسيا يعني، والمسافات طويله، او السعوديه المسافات كبيره لازم طياره يعني. لدرجه ان احنا خدنا طياره خاصه لمده 5 مباريات. وقال لي انا ما اقدرش ان انا ارجع الرياض، يعني لازم هنتحرك وهنشتغل في المباراه دي هنا، وبعدين هنعمل ترانزيت هنا، نتمرن هنا، وبعدين نروح نعمل استشفاء هنا. فعلمني الحاجات دي كلها. اول حاجه قال لي انا لازم اي لعيب صغير لما عايز تبدا تشتغل معاه كويس لازم تعرف ايه النواقص اللي عنده. يعني احنا الدي ان ايه اللي عملناه، كانت فكرتنا في ايه؟ ان احنا ازاي نشوف العضله دي فيها قد ايه، لازم تزودها قد ايه، ممكن العضله الخلفيه عندك الشمال اقل من اليمين، انت علشان تطول لازم عشان جسمك يرتاح شويه علشان النمو والحاجات دي، وكان لسه في اخر فترات النمو، لازم تعمل لها ايه علشان توصل ليه. فكل الحاجات دي بدانا لما فكرت ان انا اعملها لمصطفى علشان كمان توصله لاقصى درجه من الجاهزيه. يعني لو انت لاحظت، اكيد طبعا لاحظت يا كابتن من بعديها، هو ما شاء الله. بس هي الفكره في ايه بقى؟ الفكره انه اللاعب نفسه، وفكره اللاعب نفسه ما شاء الله. يعني انا بعتبر ان انا ليا في مصطفى اكتر منك. طبعا انا بقول دايما كده على الهواء، يعني حقيقي، عقليه اللاعب، عقليه اللاعب هي مهمه جدا. عقليه اللاعب، عقليه اللاعب لما بتكون في عنده فكر كويس بيساعدك كتير قوي. وهو الصراحه هو ومنعم حتى كمان كان عندهم فكر كويس. يمكن منعم تعبت معاه شويه في حاجات، لكن من اول وهله منعم انا قلت لازم يلعب فريق اول، حتى هو عنده 16 سنه. انا كان منعم بالظبط كان عنده 16 سنه ونص لما كان معايا. فقلت لازم يلعب فريق اول، ويلعب فريق اول او 17 سنه كان لازم يبدا. انت عارف ان كان عندك، انا عارف ان كان عندك لينك مباشر مع كابتن خطيب. على طول كنا، هو الكابتن خطيب قال لي العلاقه هتبقى بيني وبينك، احنا نعمل المشروع ده. حتى كمان طلعنا عمار حمدي، طلعنا احمد حمدي طبعا لاعب الزمالك دلوقتي، لاعب الزمالك، طلعنا اعاره الجونه، طلعنا احمد ياسر ريان اعاره الجونه، كم من اللعيبه كتير، سعداوي كان بره وجنا ورجع تاني، في لعيبه كتير. يعني احنا فكرنا ان احنا نعمل، ودي كانت فكره جيده جدا، ان انا اعمل منتخب امل للنادي، فرقه الامل بتاعت زمان، الم كل اللعيبه الموجودين. كان في عربي بدر كمان، العربي بدر، العربي بدر ده من اللعيبه اللي انا افتكر انه ما خدش قد امكانياته. العربي لعيب جامد جدا، يعني يقدر يستخدم كويس قوي. كان زياد طارق كان معاك؟ زياد طارق، فارس، فخري، محمد فخري، وفارس، ولعيبه كتير قوي.